بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة جايين نتكلم معاكم عن وجع البطن. هتطلع من الفيديو ده هتبقى عارف الأنواع المختلفة لوجع البطن، ولو انت عندك مشكلة في وجع البطن هتعرف ايه السبب اللي عندك، ايه سبب وجع البطن اللي عندك هتعرفه بس بعد الفيديو ده. بس بشكل مختصر، هناك أشياء دقيقة لكن هنحاول بشكل مختصر في كام دقيقة نقول الأنواع المختلفة لوجع البطن أو الحاجات الأكثر شيوعا في العيادات اللي بنقابلها. فوارد ان يكون الاعراض اللي انا هقولها دي تكون موجوده عندك، فتقدر تقول اه انا بالفعل عندي الحاجه الفلانيه، فيبقى احنا وقفنا على نص الطريق اللي هو التشخيص بتاعنا. لكن هناك قد يكون هناك فحوصات دقيقه اكتر عشان تاكد لنا هذه المشكله، لكن احنا بنتكلم بشكل مبدئي. لو انت عندك اعراض متجمعه في شيء معين فوارد ان انت يكون عندك هذا الشيء. خلونا نخش كده بشكل مبدئي. ما نيجي مثلا وليكن نتكلم عن وجع البطن، نقول اول حاجه المغص الكلوي. ما نيجي نتكلم عن المغص الكلوي يعني عايزين نقول ان ده وجع في الجنب الشمال او اليمين بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسليه، ويبقى فيه حرقان في البول، والمريض ده ممكن يكون اشتكى قبل كده من حصوات او املاح. يبقى المريض ده ممكن يكون اشتكى قبل كده من حصوات واملاح، يبقى ده نقدر نقول عليه المغص الكلوي. يبقى بشكل بسيط وجع في الجنب الشمال او اليمين بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسليه، وفي حرقان في البول، والمريض ممكن يكون اشتكى قبل كده من حصوات او املاح. ده كده بالنسبه للمغص الكلوي. الحاجه الثانيه نجي نتكلم عن المغص الزايده. ما نيجي نتكلم عن المغص الزايده نقدر نقول ان ده وجع في الجنب اليمين، وجع في الجنب اليمين بيبدا حوالين السره، يعني بيبدا الالم ده حوالين السره معاه سخونيه او ترجيع. يبقى تاني، وجع في الجنب اليمين بيبدا حوالين السره معاه سخونيه او ترجيع. لما بنضغط بايدينا على مثلا، نتخيل كده مع بعض مثلا ده مكان الوجع، لو ضغطنا بايدينا على مكان الوجع بيزيد الوجع، لو شلنا ايدينا من مكان الوجع بيزيد الوجع اكتر، لو شلنا رجل العيان ورفعناها تجاه بطنه، لو شلنا رجل العيان ورفعناها تجاه بطنه بيزيد الوجع اكتر. فده كده بشكل مختصر ده مغص ايه الزايد. يبقى انا كده عرفنا المغص الكلوي ومغص الزايد. طب ايه الحاجات برضو المشهوره عندنا في العيادات؟ نقدر نقول مغص الجهاز الهضمي. بشكل مختصر كده ما نيجي نقول وجع الجهاز الهضمي يعني نقدر نقول ان وجع بيكون معاه ترجيع او اسهال او امساك، والوجع له علاقه بالاكل بتاعنا بالذات. يعني لما نيجي نتكلم عن الجهاز الهضمي نقول ان الوجع ده طبعا بصوا يا جماعه كل الامراض يعني سنجد علاقه وثيقه بين الاكل بتاعنا بشكل مستمر واغلب الامراض. واحنا كاطباء تغذيه استطعنا ان احنا نعالج امراض مزمنه وليست قليلة. ناس قعدت تقعد فترات طويلة جدا تتابع مع أطباء وبيمشوا على أدوية، ده إنهم طول حياتهم ماشيين على أدوية، ومجرد مثلا يحصل زيادة للوزن كانت نتيجة للأدوية اللي هم بياخدوها، فيجوا لنا بقى نبدأ نعمل لهم نظام غذائي، لو نفسهم التحاليل قبل والتحاليل بعد اتغيرت تماما. فالشاهد من الموضوع يا جماعة نستطيع من خلال النظام الغذائي أن نغير حياة إنسان للأفضل. خلال نمط حياة صحي، من خلال نظام غذائي سليم، نستطيع أن نعالج أمراض مزمنة ناس بتصرف آلاف الدولارات شهريا علشان مرض مزمن. لا، نحن نستطيع فقط من خلال النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي. عشان كده إن إحنا نعمل تغيير في السلوكيات ونعمل تغيير في نمط الأكل بتاعنا، ونعرف الأكل الصحي بالنسبة لنا سواء لو كان عندنا مرض معين، ونعرف المسموحات من الممنوعات من خلال طبيب تغذية ليه دور مهم جدا في العلاج. مش عايزين نخش بقى بعيد عن الموضوع بتاعنا. يبقى احنا تيجي تكلمنا عن وجع الجهاز الهضمي، قلنا الجهاز الهضمي ده وجع في البطن بيبقى معاه ترجيع او اسهال، والوجع ده بيكون له علاقة بالاكل، ممكن يزيد او يقل مع الاكل، وبيبقى فيه انتفاخات وتقلصات وامساك واسهال، حاجات الاساسية دي بشكل اساسي كده نقول وجع الجهاز الهضمي. طبعا دي حاجات كتير، ممكن نقول مثلا القولون العصبي، ممكن نقول الجي اي تي، يعني مجموعه متوسعه من الامراض من الحموضه وارتجاع. دي بقى تاخدنا على حته وجع حموضه المعده، برضو من ضمن الحاجات اللي في العياده. وجع حموضه المعده يعتبر برضو من ضمن الحاجات المنتشره بشكل كبير جدا في العيادات، وده بوجع بيبقى في البطن والصدر معاه حموضه شديده مع الاكل والنوم.
ده بشكل مختصر قوي بالنسبه لحموضه المعده. نخش بعد كده على وجع العضلات. وجع العضلات ده بشكل مختصر نقدر نقول ان ده وجع في الجنب بيزيد مع الحركه وبيقل مع الراحه، وبيكون جاي من العضلات او الاربطه. تاني، يبقى وجع في الجنب بيزيد اكتر مع الحركه وبيقل مع الراحه وبيكون جاي من العضلات او الاربطه. ده كده بالنسبة لوجع العضلات، عشان مش أي واحد مثلا ليكن يبقى عنده وجع في البطن، لا لازم يركز. هل أنا كان بالفعل عندي مثلا وجع في العضلات أو وجع في الأربطة، أو بذلت مجهود جامد في تمرينة أكتر من اللازم، أو لعبت رياضة بدون ما أسخن وكانت رياضة عنيفة شوية، وصحيت تاني يوم جسمي طبعا مكسر وبقى وجع شديد ظهر في البطن مرة واحدة. تلقائيا نبدأ نشك ان يكون بالفعل ما دام جاي من العضلات او الاربطه، وكان نتيجه احنا لعبنا مثلا رياضه معينه، فلا بد ان احنا نشك ان ده يكون وجع في العضلات. فده حتى في العلاج بتاعه بسيط قوي، يعني بنتكلم عن فيتامين بي 12 بناخده وشويه راحه كده، وكل الامور بتعدي بسهوله يعني. فشاهد من الموضوع ان احنا نحط ايدينا على الخلل هو نستطيع ان احنا نعالج اي مرض. يبقى احنا قلنا المغص الكلوي، قلنا مغص الزايده، قلنا مغص الجهاز الهضمي، قلنا وجع العضلات، قلنا وجع حموضه المعده، ويتبقى لينا وجع الدوره. وجع الدوره ده بيبقى نتيجه خلل الهرمونات في الست نتيجه الحمل، انه يفرز هرمون البروستاجلاندين. قصه الهرمونات دي بيبقى سببها وجع في البطن له علاقه بالدوره وتعب شديد، وكانت نتيجه عدم انتظام الدوره. يعني نقدر نقول ان وجع الدوره برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لنا وجع في البطن. يبقى احنا قلنا وجع الدوره، فاضل اخر حاجه بقى اللي هو وجع الصفره. وجع الصفره ده نقدر نقول ان ده وجع في الجانب الايمن والصدر، بيسمع في الكتف والايد الشمال. تاني، يبقى ده وجع في الجانب الايمن. مش عارف بقى انتوا مش هتشوفوني كده عشان الكاميرا محطوطه كده بطريقه، هنحاول نقول كده واحده واحده عشان تتخيلوا معايا الصوره، عشان مش تتلخبطوا معايا كده. يبقى ما نيجي نتكلم عن وجع الصفرة نقدر نقول ان ده وجع في الجانب الايمن والصدر. وجع في الجانب الايمن والصدر بيسمع في الكتف والايد الشمال. بيسمع فين؟ في الكتف والايد الشمال، غالبا بيبقى في سيدة في عمر الاربعينات او الخمسينات، وممكن يكون عندها اوبيسيتي او عندها زيادة وزن او عندها سمنة. دي اغلب الحالات اللي بتقابلنا اللي بتتابع معانا في اللي بنعدلها انظمه غذائيه للتخسيس، غالبا بيبقى جايين عندهم وجع، عندنا دكتور شويه تقلصات، عندنا مش عارف ايه، كل هذه الاشياء. نبقى عايزين نلخص هذا الكلام بشكل سريع كده عشان مش نتوه الناس كده معانا. تكلمنا عن المغص الكلوي، قلنا ان المغص الكلوي وجع في الجنب الشمال او اليمين، بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسليه، وفي حرقان في البول، والمريض ممكن يكون اشتكى قبل كده من حصوات او املاح. اتكلمنا عن مغص الزايدة. مغص الزايدة قلنا ان هو وجع في الجنب اليمين بدأ حوالين السرة مع سخونية او ترجيع. لما نضغط بايدينا على مكان الوجع بيزيد الوجع، لما نشيل ايدينا من مكان الوجع بيزيد اكتر، لو رفعنا رجل العيان تجاه بطنه بيزيد اكتر واكتر. اتكلمنا عن وجع الدورة. وجع الدورة قلنا ده بيبقى نتيجة خلل الهرمونات وعدم انتظام الدورة، وكنتيجة يحصل تعب ووجع في البطن. وجع الصفرة، بالنسبة لوجع الصفرة قلنا وجع في الجنب اليمين والصدر، بيسمع في الكتف والإيد الشمال، غالبا بتبقى ست في العمر الأربعينات أو الخمسينات، وغالبا بيكون عندها سمنة. وجع حموضة المعدة، وده بيبقى زي ما قلنا كده بيرتبط بقى مع الأكل والنوم، وده بيبقى وجع في البطن والصدر، بيبقى معاه حموضة شديدة. بعد كده بقى وجع العضلات، وده وجع في الجنب بيزيد اكتر مع الحركه وبيقل مع الراحه، وبيبقى جاي من العضلات او الاربطه. مغص الجهاز الهضمي او وجع البطن، وده بيبقى وجع في البطن معاه ترجيع او اسهال او امساك، والوجع له علاقه بالاكل، ممكن يزيد او يقل مع، ممكن يزيد او يقل مع الاكل، وبيبقى في انتفاخات طبعا مع التقلصات والمغص. وبكده تكون خلصت الحلقه بتاعتنا النهارده. لو حسيت ان انت استفدت حتى لو استفاده بسيطه، لو اي حد من حبايبك عنده مغص ارسل له هذه الرساله، فقد يعرف كده نص الطريق بتاعه، ان هو يحط ايده على نص الطريق يعرف سبب المشكله اللي عنده ايه، علشان نبقى العلاج ساعتها يكون سهل. شكرا ليكم، كان معكم الدكتور احمد عطيه الدهشان، طبيب تغذيه في